هي وقفة احتجاجية جات بمبادرة من لجنة المتابعة متاع ملف سفيان الشرابي ونذيل الكتاري، وقفة قدام السفارة الليبية. اخترنا انه باش نعملوا الوقفة الاحتجاجية هذه لهنا باش نبلغوا السفارة الليبية اللي فما راهو زوج صحفيين محتجزين في ليبيا. نعرفوا بالقدال الاطراف اللي محتجزتهم هي اطراف غير رسميه، لكن احنا نحبوا السلطات الليبيه والسلطات التونسيه زاده والمجتمع المدني اللي هنا وغادي في ليبيا وفي تونس يتعاونوا معنا باش نحاولوا نلقاو حل، باش نعرفوا هموا ندير وسفيان وين موجودين بالضبط، شنو هي الحاله اللي قاعدين يعيشوا فيها غادي، هموا يطمنوا عائلاتهم، هموا نلقاو اي مساعي وصلنا انه نروحوا بهم سالمين لديارهم وما يطمنوا عائلاتهم كما قلت لك حتى بالتليفون. نحبوا نلقاو حل سريع، 40 يوم توا تقريبا وسفيان ونذير ما نعرفوا عليهم حتى شيء. دونك نتصور انه الناس كل لازمها تتعاون مع بعضها، اي طرف عنده اي علاقه في نتصور اليوم في مصراته في مصراته الليبيه انه يحاول يعاوننا، يحاول يوصلنا لاي خيط اي طريق باش نحاولوا نرجعوا نذير وسفيان سالمين. نعرفوا اللي هما خذاوا الريسك ومشاو باش يخدموا عمل صحفي كما كانوا يقولوا الزملاء بكري في شعار جريمه الصحافه عمرها ما كانت جريمه، مشاو يخدموا في خدمه صحفيه. هذا يا جماعه ما عنديش شجرة لك هيك، ما عنديش شجرة لك هيك يا حبيبي. يا ربي راني تشويت، يا ربي راني تشويت. شاي مشينا ذا كان كلمنا حتى كلامه في التليفون طمان، وما هو شيء من مشاء من مشاء 4 ايام الاولانيين كلمنا نهار الزد نهار الاحد، كلمنا نهار الاحد يلا قال لي ما تخافيش راهم مسيبونا وهاني ماشي نكمل في خدمتي ومروح، رغم ذاك الكل وهو عازم باش يزيد يكمل خدمتي. يا اخي ما صحتك يا اخي، قالوا زادوا شدوه مره اخرى، خبروا عليه قالوا شدوه مره اخرى. باه باه ما نعن عليه حتى خبر، حتى خبر ما عنا على وجهي خبر. السفارة الليبية ما عطتكم حد؟ شيء 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 ما عملوا شيء. تونس يجروا ياسروا ويلاطوا ياسروا والحاصل ما فماش حتى حاجة اللي تطمن، كل بكل بكل. خاطر مواطن تونسي مشى يخدم في خدمة ما مشاش هز كاميرا، مش هز سلاح، هز كاميرا وماشي يخدم على روحه. كي شدوه يتصرفوا معانا الليبيين، نطلب من الليبيين باش يتصرفوا معانا كيما نتصرفوا معاهم. هما يجيو لتونس فرحانين بيهم، يجيو في عز وتلة، يجيو في عز ديار، نعالجوهم مبجلينهم على رواحنا، واحنا ولادنا يمشيو غادي في خدمة ما مشاش لهز سلاح، لا ماشي في اي حاجه، لا ماشي تاجر، لا ماشي يعمل في حد شيء. علاه يشدوا فيه؟ علاه يحتجزوا فيه؟ علاه يختطفوا فيه؟ علاه شنو السبب؟ نحبوا نعرفوا شنو السبب. من حقوق الانسان ان والديه يعرفوا هو وين، من حقوق الانسان باش ما يحتجزوش حتى انسان في حقوق في حريته. التونسيين يعني هنونا وطمنونا انهم لاباس الساعة، وهم قاعدين توا يحاولوا باش يعرفوا بلاصتو وين ويساعدونا برشا باش يرجعونا ان شاء الله. السفارة اللي بيها اخذوا البيانات وقالوا ها نحن توا نتكلموا القنصل اللي غادي اسمه رئيس البرلمان ونشوفوا وين هو بالضبط. ساعات ديجا نحن ما نعرفوش بلاصتهم، هذاك اللي قال لنا.